هذا القصر تحفة معمارية كبيرة. أولا يقع على مساحة جغرافية كبيرة شاسعة، حدائق في الخلف جميلة جدا. هل شوفوا التصميم الجغرافي، التصميم الهندسي لهذا القصر. هذا القصر هو قصر بلايس هتلو، أي قصر هتلو ناشونال ميوزيوم، تحول إلى متحف وطني. وريال بلاس هذا قصر ملكي موجود في مدينة أبلدورن، تحول الآن إلى متحف وطني. شوف مجموعة قصور الغاية في الجمال. شوفوا معي التحفة الهندسية والمعمارية. وين هذا القصر؟ ايضا في دنهاخ. طبعا كل هاي الاشكال ايحاء حقيقي لشكل القصور تماما دون زيادة او نقصان، ومعمولة مشغولة بشكل مميز جدا. شوفوا على السفينة التاريخية. شو هذا المبنى؟ خلينا نشوف من الأمام. عادة بيكتب الاسم في المقدمة. سخيفرت ميوزيوم، أيضا متحف موجود في أمستردام. هذا متحف البحرية أو متحف السفن البحرية موجود في أمستردام. شو هي القصور اللي أمامنا أيضا؟ واو. شوفوا جمالية هذا المبنى القديم. غير معقول الجمالية والدقة في هذا المبنى. أعتقد كنيسة قديمة. شوفوا دقة التفاصيل شغلين عليها. ما بعرف بالضبط. شوف المنظر من هذه الزاوية. شوفوا على الإتقان في العمل.
في شيء عم يتحرك هوني كمان، كأني مثل كرنفال أو فاستيفال خاص بالكنيسة. هلا ما لقيت اسم هذا المبنى للأسف، ممكن بالطرف الآخر هلا نلاقيه. هلا وصلنا على أوتريخت، أكبر برج تاريخي في هولندا موجود في أوتريخت، هذا البرج. برج كنيسي طبعا، ما بعرف بالضبط قد ايه ارتفاعه. حتى في باصات نقل داخلي عم تشتغل. هلا هوني الأبنية صارت صغيرة وأقدم بعتقد. شوف التفاصيل، حتى محلات زيمن. نحن هلا في ستاد هاوس مكتوب هون، وتقع في مدينة خاودة. خاودة طبعا قريبة على مدينة روتردام. طبعا أبنية تقليدية هولندية، طبعا هذا الطراز الهولندي في العمارة. قصر ما بعرف شو اسمه بالضبط، هلا مكتوب هون انه موجودين في ميدلبورغ. واو أمستردام. أعتقد هي محطة قطارات أمستردام إذا ما كنت غلطان. هذا ايضا مبنى ماغنا بلازا في امستردام،
تاريخه من عام 1895. خلينا نشوف المنظر من الطرف المواجه. هاي ساحة أمستردام. I'm going to go to the hospital.